السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم من معرض اي في اوتو شو، مشاركه شركه بيت الكهرباء في المعرض. معانا المهندس خالد كبير المهندسين، هدلنا فكره عن المشاركه بتاعتهم النهارده في المعرض وعن بيت الكهرباء. اتفضل مهندس خالد. يشرفني تواجدكم معنا هنا. شركه بيت الكهرباء شركه سعوديه تاسست عام 1955، يعني احنا الان تقريبا كملنا 65 سنه في السوق السعودي. الشركة بدأت كتريدينج كومباني في الالكتريكال كومبوننتس، في كل المنتجات الكهربائية، ومن تقريبا 3 سنوات كنا أول شركة تدخل في السوق السعودي الشواحن السيارات الكهربائية، ومش بس السيارات الكهربائية بل تعدينا إلى كل شيء يتعلق بصناعة شواحن السيارات الكهربائية. إحنا اليوم في هذا المعرض بنقدم اللي هو الشاحن السريع اللي بسموه الترا فاست دي سي، من طبعا إحنا بارتنر لشركة سكامي، وعندنا رينج يبدا من 30 كيلو وات اللي هو على الوول دي سي الى 180 كيلو وات، وفي رينجات اخرى اذا كان مطلوب. احنا علاقتنا بسكامي هي بدات من 3 سنوات، واحنا الحمد لله اكسكلوسيف بارتنر لهم في الميدل ايست، واليوم باذن الله هيكون في توقيع، وهذا خبر حصري. اخبار حصريه. توقيع ان شاء الله للتصنيع المحلي بيننا وبين سكامي. بسم الله ما شاء الله. هيشرفني برضو تواجدكم معنا. ربنا يبارك فيك. بالنسبه لصناعه شواحن كهربائيه، مهم جدا انه تعرف، مش المهم انك تشتري شاحن حتى لو كان من اسم كبير، المهم تعرف تتعامل مع الشركه اللي حتركب، الشركه اللي تعمل لك ديزاين، الشركه اللي تعمل لك سبلاي وافتر سيرفيس. السبب انك انت بتشحن سيارة قيمتها $100,000، وانت بتستخدم شيء source of fire و source of electricity، فلازم تعرف انه هذا الموضوع له علاقة كبيرة جدا بالسيفتي. عايزين نطمن الناس يا مهندس خالد بخصوص السيفتي وبخصوص وجود شركة سعودية متواجدة مع الناس على ارض الواقع، بحيث تبقى الناس مطمنة حتى لو في اي ايشوز حصلت معاه في السيارة، بلاقي تكنيكال سبورت، بلاقي دعم فني بعد البيع، بلاقي بعد التركيب ناس بتدعمه تكنيكالي، بتدعمه بكل المعلومات اللي هو محتاجها. فاحنا عايزين نشوف دعم بيت الكهرباء في المجال بتاع السيارات الكهربائيه والشواحن بصفه عامه، ونطمن الناس من موضوع السيفتي وان الموضوع امن، لان في ناس عندها برضو للحين تخوف من موضوع الشحن والسيارات الكهربائيه. فاحنا عايزين ناخد منك رساله اطمئنان للناس في موضوع شحن السيارات الكهربائية. أكيد الصناعة هذه ما هي صناعة ناضجة إلى الآن، فهي بتتغير الآن. يعني إحنا عارفين الآن الصناعة هذه عبارة عن محرك كهربائي وبطارية، والاثنين هم مهمين جدا. إذا أنت بتأخذ من ناحية العربية، فأنت لازم تتأكد إنه العربية تأخذها من السيارة من شركة موثوقة، لأنه هي جزء من المشكلة أو جزء من اطمئنانك النفسي إنه أنا راكب في سيارة سيف. الجزء الأهم موضوع الشاحن، لأنه الشاحن هو زي المضخة في محطة البنزين. أنت محتاج إلى تركيب صح، بحيث إنه هذا النظام فيه كهرباء، فمعناته يحتاج إلى تأريض مناسب، يحتاج إلى حماية من أي سيرج، من أي ارتفاعات في الكهرباء مناسبة، يحتاج إلى أن يكون هو مزود بحماية ويعرف يتواصل مع السياره، لانه كل الكونكترز اللي موصوله كلها تحتوي على خط تواصل او كنترول كوميونيكيشن بينها وبين السياره. فاذا كانت الكونكترز، حتى الكونكترز في بعض المصانع في بعض الشركات مع الاستخدام بيحصل في خلل فيها. عموما الى الان الاندستري سيف جدا، واحنا كمان حاجه جديده الان بنوصفها في المشاريع، حمايه الشاحن من اي ارتفاعات تيار كهربائي. هذا عباره عن سيرج ارستر او بسموه سيرج بروتكشن ديفايس، نظام حمايه للارتفاعات التيار، فقط مخصص ومصنع لشواحن سيارات كهربائيه من شركه اسبانيه اسمها اديتك. يعني نضمن ان موضوع السيفتي ما فيهوش اي مشاكل، لازم تشتغل مع شركه فاهمه السيستم وعارفه ايش يحتاج. اوكي، يعني احنا بنطمن الناس ان موضوع السيفتي معمول حسابه كويس جدا، ما فيش اي مشاكل في موضوع الشحن او موضوع تركيب المحطات سواء كانت دي سي او اي سي.
انتوا تواجدكم في السعوديه بيدي اطمئنان اكتر للناس من ناحيه الافتر سيلز والمينتنس او اي حاجات تبقى موجوده في واحنا الشاحن. عندنا شركه متخصصه في موضوع التركيبات وموضوع الصيانه، 150 شخص على مستوى المملكه، فيعني ان شاء الله حيكون كل الموضوع يعني في خدمه العميل ان شاء الله باذن الله. تدينا بس فكره عن باقي الحاجات اللي انتوا عارضينها سريعه كده. اوكي، فاذا نبدا من هنا، هذا الشاحن اللي بنجمعه في المملكه العربيه السعوديه اللي هو شاحن الاي سي، وفي هذا الانتاج الجديد اللي هو الدي سي يركب بالمول مونتد، وهذا فاست موفينج ايتم لانه 25 الى 30 كيلو وات، ممتاز جدا على الوول، يعطي ممتاز من ناحيه السرعه. وطبعا في الرينج اللي هو التقليدي اللي هو للبيوت اي سي تشارجر، بالضبط اي سي تشارجر اللي هو سواء 3 و7 كيلو وات والى حتى 22 كيلو وات، ممكن يركب على حامل، وده الحامل بنصنع احنا في السعوديه. طبعا احنا في شيء ثاني بنسويه في احنا عايزين نعرف المعروض ده ايه. في مهندس خالد ادينا فكره عنه. برضو المملكه هنا دخلت في موضوع الباصات الكهربائيه. اوكي، اذا اي شخص منا اكيد جرب قطار الحرمين، اذا لقيت فوق قطار بسيط فوق قطار الحرمين حتلاقي ده اسمه ترانزينت سيستم، ده اللي بيوصل الباص بالنظام الكهربائي، ده من شركة شونك الألمانية، وهو هي شركة طبعا النمبر 1 على مستوى العالم، ومعظم الشركات الكبرى اللي بتصنع الباصات متعاقدة معها. فاحنا بنورد معهم النظام اللي هو يسموه ترانزينت سيستم، اللي هو نظام توصيل بين الباص وبين نظام الشحن الكهربائي. من نفس الشركة ايضا بنورد أنظمة لحم الكوابل الخاصة بالسيارات. هي طبعا بتقنية الالتراسونيك، هي التقنية الوحيدة اللي الالتراسونيك ويلدينج. اوكي، بالضبط، وهي التقنية دي في العالم شركتين فقط بيسووها التقنية هذه، وهم دول في ماتيريال بتتلحم بيها ولا دي بتتلحم مباشر بين مباشر مع الكونكتر او كيبل تو كيبل، حتى الالومنيوم للكبر التقنية الوحيدة اللي تسمح يعني انا بلحم الالومنيوم وكبر، وده مش مسموح بالطريقة العادية. التقنية الوحيدة هي لانه باللحم ده عباره عن زيرو كونكتيفيتي، ما فيش اتصال، اوكي، ما فيش تفاعل، لكن لما يمر التيار الكهربائي بيحصل التفاعل، وممكن مع انواع كونكتر مختلفه. طبعا احنا برضو وي سبلاي الكيبل تبع اللي هو الهاي فولتج كيبل. اوكي، عايزين نعرف الناس يا مهندس خالد اكتر عن الحاجات او البرودكتس اللي من خلال شركه بيت الكهرباء غير الاجزاء اللي انتوا عارضينها. معظم السولوشنز هذه فيها جزء مهم جدا للمستخدم اللي هو عباره عن الابلكيشن. اوكي، كل الان الاي بي تشارجرز اصبحت تحتاج الى سوفت وير، سواء في الموبايل او سواء في الكنترول روم او سواء في الانتجريشن والتكامل مع البي ام اس او سكادا او اي سيستم اخر. فشركه سكامي مثلا بتعمل كل السوفت وير، ذير اون سوفت وير، علشان تقدر تعمل مثلا تحكم بالكنترول بكميه الطاقه اللي هو بيسموه لود شيدنج، او ممكن تعمل سكجولينج او تعمل بيلينج او تعمل مونيتورينج او كنترول. فكل ده السوفت وير ابلكيشن مهم جدا وجزء من الحل. يعني بيت الكهرباء بتقدم سوليوشنز كامله في المجالات الكهربائيه بصفه عامه وليست في الاي فيز بس. شارجر وبس، هو عباره عن صناعه كامله، تبدا من الانستليشن وقبل ما الانستليشن، بعدين الانستليشن، بعدين البروتكشن، وفي الاخير الابلكيشن اللي مانج اليونت. يعني اي حد محتاج اي حاجه في الكهرباء يروح بيت الكهرباء. اهلا وسهلا. شكرا مهندس خالد. شكرا لك. السلام عليكم. نشوفك.